سجلت مملكه البحرين ارتفاعا ملحوظا في اعداد الحالات اليوميه لفيروس كورونا نعم حيث اعلنت وزاره الصحه في اخر احصائيه لها تسجيل 3543 حالة قائمة جديدة ليصل العدد الإجمالي للحالات القائمة إلى 27,697 حالة منها 78 حالة تتلقى العلاج في المستشفى و13 حالة في وحدة العناية القصوى. هذا ولم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال اليوم كما أعلنت وزارة الصحة تعافي 2836 حالة إضافية يصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى ثلاثمائة وخمسة ألاف وثمان وستين حالة